حدثنا انه في مراحل لعمليه الرئاسه، مراحل بيكون التفاعل تبعي بيكون مرئي، في مراحل التفاعل بيكون غير مرئي. هذه المراحل اللي هي مختلفه للانتج انتي بادي رياكشن كانت قلنا في الفحوصات بنستهدف حسب طريقه الفحص، استهدف احد المراحل اللي هي المذكوره اللي كانت ثلاث مراحل. اول مرحله اللي قلنا عنها التفاعل بيكون غير مرئي، بيصير ارتباط انتج انتي بادي رياكشن، لكن هذا الانتج انتي بادي رياكشن بيكون يعني غير كافي بيكون التفاعل ظاهر عندي. في المرحله الثانيه اللي بتبدا فيها ردات الفعل تاعت الانتج انتي بادي رياكشن اللي بيصير فيها بريسيبيتيشن او اجلوتينيشن بالاعتماد على حجم الانتجين. وقلنا ما صار هذا الانتجين في داخل الجسم اما يا اما بصير فاجوسيتوز له او بصير عمليه تحلل له اللي هو سيل لايسز باستخدام مثلا الكومبلمنت سيستم بداخل الجسم. فقلنا هذه العمليات في اكثر من طريقه للفحوصات للكشف عن هذا الانتج انتي بودي رياكشن. قلنا ايش اهداف، ايش الهدف من الكشف عن وجود انتج انتي بودي رياكشن؟ احنا بنستخدم ماده السيرولوجي لتشخيص الامراض. في بعض المواد الثانيه بيعملوا فيه مثلا للميكروبيولوجي بيعملوا عمليه تعرف على بعض انواع البكتيريا، بيحددوا انواعها، بسموه سيروتايب، بسموه سيروتايب لانه بيعتمدوا على السيرم الانتي بودي للكشف على الانتجين تاع اللي هو الميكروب عشان يحددوا اللي هو السيروتايب تبعه. ف التطبيقات الانتج انتي بودي رياكشن واسعه، من احدث التطبيقات الحاليه الموجوده اخر كت طلع ونقول يعني مشخص بنسبه 97% لاكيورسي عنده لسنسيتيفيتي اللي هو الفيروس كوفيد 19. طلع هو كت عباره عن سيرولوجي تيست، يعني هو طريقة العمل تبعته أسرع بكتير من طريقة الموليكيولر ودقيق، لكن الموليكيولر يعني البي سي آر ريال تايم بي سي آر هو أدق، لكن السرعة الواحد في العينات اللي هو الابديمولوجيكال ستادي الناسحة بنمسح فيها مجموعة كبيرة من الناس بدنا وقت أقل وسرعة أكثر عشان نعرف المرض وين واصل وين منتشر. هذا في الابديمولوجيكال ستادي. تكلمنا شوية عنهم هذول في أول المحاضرة اللي فاتت، فقلنا يعني تطبيقات السيرجيكال تيست تطبيقات واسعه نستخدمها للتعرف على الحالات الانفكشن الدياجنوزز والايدنتيفيكيشن للميكروبات وكذلك في الابديمولوجيكال ستادي. اليوم حنكمل من هاي التطبيقات نشتغل على المراحل الاولى من الرياكشن وايش المراحل كل واحد بيشتغل فيها. اخذنا قسمنا الفحوصات، اذا انتم ذاكرين قسمنا الفحوصات قلنا في فحوصات بتشتغل على البرايمري بسميناها برايمري سيرجيكال تيست، وفي عندنا سكندري وفي عندنا تيرشري. البرايمري قلنا عنها اللي هي بتشتغل على الفحوصات الغير الانتج انتي بادي رياكشن الغير مرئي اللي هو انا بقدرش اشوفه بعين المجرده وانا بقدرش اقيسه، اللي بيكون فيه الانتيجين سيليبل والانتي بادي سيليبل. هذول الاثنين لما يتفاعلوا مع بعض ويرتبطوا مع بعض انا مش هشوف الرياكشن تبعهم. يعني قلنا لو مثلا انا عندي فيروس او عندي الانتيجين تاع الفيروس وحط وفي انتي بادي في السيرال مالي ضده اتفاعل معه بقدر اشوف الرياكشن، بقدرش اشوفه لانه الفيروس نفسه يعني صغير جدا اقل من واحد ما يكون، وانا كيف بدي اشوف الانتيجين تبع الفيروس لما يتفاعل مع الانتي بادي. هذه عباره عن مواد يعني بتكون ذايبه، زي انت بتقدر تشوف السكر هو ذايب في الميه ما حدش بيقدر فينا نشوفه، لكن نقدر نستدل على وجوده طريقه طرق مختلفه. هذه العملية اللي حنتكلم عنها هنا اللي هو البرايمري سيرجيكال تيست هي عبارة عن تفاعلات أو فحوصات تعتمد على وجود الأنتج أنتي بادي رياكشن. إذا كان في أنتج أنتي بادي رياكشن غير مرئي تقدر نعمل له ديتكشن باستخدامه. يعني بقدر أعمل ديتكشن له وأقيسه وأفحصه، طبعا الطريقة دقيقة جدا. النوع الثاني من اللي هو السيرجيكال تيست هو السكندري سيرجيكال تيست اللي هو بفحص في المرحلة الثانية من الأنتج أنتي بادي رياكشن. لما يحدث عندي اجلوتينيشن انتج انتي بادي رياكشن بيحدث المرحله الثانيه انه اذا كان بيعتمد على حجمه على خصائصه ممكن يصير له ترسيب بريسيبيتيشن، ممكن يصير له اجلوتينيشن، ممكن ينشط الكم اللي قلنا عنه ويعمل عمليه تثبيت للكم بتاع سطح الخلايا ويصير لايسيس، ممكن يصير له نيوتراليزيشن سمينا نيوتراليزيشن هي ايش معادله مثلا السميه معادله التوكسيك افكت تبعه بتمنع او بيمنع الفيروس من عمليه الارتباط او عمل مثلا تخثر للدم. فهذه من عمليه النيوتراليزيشن بالسيرم او الانتي بادي يعني اللي هي بنسميها الانتي توكسيك افكت، تاثير اللي هو
ابطال السميه بتاعت الانتيجين او الفيروس الموجود، سواء كان مثلا سم افعى زي ما ذكرنا في المحاضره اللي فاتت او كان فيروس. والتيرشر ستيج اللي هو السيرجيكال تيست هنا تكلمنا عنه، وهذا بكون على اللي هو على جسم المريض نفسه، على الانيمال نفسه، بيكون تاثير هو النهائي تبع الانتيجين انتي بودي رياكشن. وقلنا مثلا زي فحص الحساسيه، واللي هو بيكون مثلا بالجلد، ذكرنا اللي هو المحاضره اللي فاتت. فاليوم حنتكلم عن اول الفحوصات اللي هو السيرجيكال انتر اكشن او السيرجيكال رياكشن الموجوده بداخل جسمنا، واحنا بنعمل عليها الفحوصات اللي هي خاصه بالمرحله الثانيه من الانتيجين انتي بودي رياكشن. اول واحد فيهم اللي هو بريسيبيتيشن رياكشن. ايش يعني بريسيبيتيشن رياكشن؟ تعلمنا في المحاضره اللي فاتت، قلنا انه في انتج انتي بودي رياكشن ممكن يعمل التفاعل تبعهم ايا كان الانتي بودي، ممكن يكون اي جي جي، ممكن يكون اي جي ام، ايا كان نوع الانتي بودي. ايش الاي جي جي والاي جي ام؟ هذا الاي جي جي عباره عن انتي بودي زي ما شفناه المحاضره اللي فاتت، اللي هو زي شكل اليو شيب مع الجميع، يعني زي شكل اليو شيب هيك، هذا يسمى اي جي جي. لكن لو كان هو عباره عن اي جي ام، الاي جي ام بيكون خماسي، خماسي الشكل، في اكثر من ذراع، من ذراع للارتباط، مختلف عن اللي هو الاي جي جي. مناطق الارتباط الانتيجين بايندينج سايت تبعته عفوا الانتي بادي بايندينج سايت مع الانتيجين، هذا بتكون عندي اكثر بكثير. واضح كيف؟ يعني عندي خمسه، هل عنده واحد الاي جي جي، هل الاي جي ام بكون خماسي، في عنده خمسه منهم، كل عنده كل واحد كل واحد في تنتين، يعني في عنده الانتيجين بادينج سايت تبعته، المناطق تبعت الارتباط، في عندي 10، انه كل في هو خمسه عن اي جي جي، الاي جي ام عن خمسه اي جي جي حيث الحجم. اللي بنوصل له هنا انه الانتيجين انتي بادي انتر اكشن، هذا الرياكشن بيكون يعني بعد ارتباط الانتيجين مع الانتي بودي بيتحول من الصوره السليوبل الذائبه للصوره اللي هو بنقول عنها انسليوبل الغير ذائبه، اللي هو هنا يعني بحول الرياكشن تبعي من صوره بنقول عنها انسليوبل سليوبل لصوره انسليوبل، واللي هو بيصير فيها ترسيب. لقيت هنا ممكن يكون معها لاتكس بارتكل، ممكن يكون معها لاتكس بارتكل. ايش اللاتكس بارتكل؟ هذه مواد سينثيتك صناعيه من الالياف، بتساعد في عمليه ظهور الرياكشن، بتساعد في عمليه الترسيب. مش دائما هي موجوده، تمام؟ مش دائما بتكون موجوده في الفحوصات تحت البرسبكتيف، واضح كيف؟ فالجزئيه هذه اللي هو الانتيجين انتي بودي انتر اكشن، اللي هو السوليوبل انتي بودي والسوليوبل انتيجين مع بعض بتفاعلوا مع بعض، بيعملوا بعد ما بيتفاعلوا مع بعض بتحول من صوره ذائبه لصوره غير ذائبه، وهذه الصوره الغير ذائبه بتكون الملكيول تبعيتها كبيره. ممكن يحدث هذا في وسط سائل، وممكن يكون الوسط تباعي، يعني ممكن يكون في سوليوشن، ممكن يصير في وسط شبه صلب، او بنقول عنه صلب زي اللي هو بالجل، بالاجار جل، اجار جل ميديا، زي ممكن تكون هذه في البتري ديش بليت، طبق تاع المايكرو اذا انتم شفتوه قبل هيك، او على الميكروسكوب سلايد يعمل رياكشن على الجل على الميكروسكوب سلايد، او ممكن نشوفه زي ما احنا شايفين هذا التيوب، هذه تيوب سائله. انا حط بهذا التيوب اول شيء، حط هنا عندي اللي هو العينه المراد فحصها فيها الانتي بادي، يعني السيرام اللي بدي اكشف عن وجود الانتي بادي فيه ولا لا، وهنا حط عندي اللي هو الانتيجين، انا بحط اللي هو العينه الريجنت تبعي في مثلا الانتيجين تبعي، تمام؟ لقيت هان تحت يعني بده يكون في السيرم ايش موجود؟ انتي بادي، والانتيجين موجود سيلابل في الوسط اللي فوق اللي هو في ممكن يكون ريجنت تبعي، تمام؟ بعد انكيبيشن تايم بتركها فتره انكيبيشن، بيحدث التقاء انتج انتي بادي انتر اكشن في منطقه بنسميها زون اوف كوفيلنس. هذه في المنطقة هاي اللي بيكون تركيز الانتيجين والانتي بادي كافي انه الانتي بودي والانتيجين يعمل كروس لينكج مع بعضهم البعض، يصير ارتباط بيناتهم ويحدث عملية الترسيب، تمام؟ فهذه المنطقة بيصير الترسيب، قبل هيك ما بيصيرش ترسيب، واسفل منها
بتصير، بس بيكون في منطقة الإكويفالنت زون زي ما احنا شايفينها، في هذه المنطقة بس اللي بيصير فيها الترسيب. واضح؟ في هذه المنطقة اللي هو حسب عندي. نيجي للجزئية الثانية. هنا بدي اوضح لكم بس انه عملية الترسيب اللي بريسبتيشن بسميها ذا بريسبتيشن كيرف بيعتمد على تركيز الانتيجين انتي بودي الموجود في العينة. عشان يحدث ترسيب لازم تتذكروا دائما يكون يحدث عندي كروس لينكج بتوين الانتيجين انتي بودي انتراكشن اكثر مع اكثر من واحد، زي ما في الصورة هاي. طلع معي هنا بالصورة هذه، معانا هنا بالصورة لقيت هذا عبارة عن كير، جبنا زي العينة اللي فاتت حطينا، بدأ يحط تركيز مختلف من الانتيجين مع الانتي بادي. أول إشي عندي هنا الانتي بادي كونسنتريشن الموجود في العينة كان ثابت مع الجميع، يعني حط مثلا 1 مل في تركيز ثابت من الانتي بادي في كل الأنابيب اللي هو عينة المريض، ماشي. وبعد بدأ بعدها يزود كمية الانتيجين عليهم، ظل يزود الكمية لحد ما صار شاف وين في عندي حدث اللي هو بريسيبيتيشن، وظل يزود بعد هيك. يعني أول شيء هان تركيز الأنتيبادي ثابت كان عندي، في أول مرحلة حط جزء بسيط من تركيز الأنتيجين، فالجزء البسيط هنا ارتبط الأنتيجين مع الأنتيبادي، في أنتيبادي ضده بس التركيز تبعه قليل كتير، بصير ارتباط، بصير أنتيبادي رياكشن، لكن هذا التفاعل غير مرئي، أنا ما شفتوش. إيش السبب؟ انه ما صارش كروس لينكج بيناتهم، يعني ما كانش كميه الانتيجين كافيه انه يصير عمليه ترابط ما بين الانتيجين مع اكثر من الانتي بادي، يصير عمليه شبكه من انتيجين انتي بادي انتر اكشن. فهذه المنطقه اللي بيكون فيها الانتي بادي تركيزه زياده بنسميها زون اوف انتي بادي اكسس، اللي بنقول عنها برو زون، بسموها البرو زون، اسمها اللي هو البرو زون. طبعا بعد هيك بكمل التفاعل تبعي، بضل يزود تركيز الانتيجين، بعد ما زود تركيز الانتيجين وصل للمنطقه اللي بيكون تركيز الانتيجين مع الانتي بادي الموجود تقريبا متساوي، تقريبا متساوي، بسموها زون اوف اكوفالنس، زون اوف اكوفالنس. في هذه المنطقه اللي هو تركيز الانتيجين مع الانتي بادي صار كافي انه يقدر يشبك بيناتهم مع بعضهم البعض. شايفين في نفس الانتيجين شابك اكثر من انتي بادي، انا الانتيجين شابك مع اكثر من انتي بادي، هذه هي عمليه الترابط ما بين اللي هو الكروس لينكج بنسميها، ترابط الانتيجين مع اكثر من انتي بادي في نفس الوقت، عمل شبكه من الانتيجين انتي بادي انتراكشن. هاي الشبكه هي اللي بتحدث عمليه الترسيب، عند هذه النقطه بصير عندي الترسيب. قبلها ما صارش، كان في انتيجين انتي بادي انتراكشن لكن غير مرئي، وبعدها زودنا تركيز الانتيجين بزياده، ايش صار؟ كل المناطق تاعت اللي هو ارتباط الانتيجين على الانتي بادي ارتبط معاها، صار عملية ساتوريشن تشبعت وانتلت، وبطل قادر الانتي بادي يعمل كروس لينكج مع اي انتيجين ثاني زي ما انتم شايفين بالصورة هاي. في الحالة هذه برضه التفاعل بيكون غير مرئي، لأنه هنا ايش صار؟ كل المناطق تاعت الانتي بادي تشبعت وما عملتش كروس لينكج مع بعض البعض، ظلت انسوليوبل، ظلت عفوا انسوليوبل، غير ذائبة، غير مرئية، تمام؟ في المرحلة هذه لما صار كروس لينكج بيناتهم مع بعضهم البعض، صار تحول من صورة سيليبل لصورة انسيليبل، صار لهم ترسيب. قبل هيك اللي هو لما كان عند انتي بادي اكسس ما كانش في ارتباط بيناتهم، ما فيش، يضلهم سيليبل برضه. بعد لما زودنا تركيز الانتيجين بزيادة كتير، شبع كل المناطق تاعت الانتي بادي، ظلت اللي هو الانتيجين انتي بادي صار في انتر اكشن، لكن هذا التفاعل ظله غير مرئي. وصار عندي اكسس من الانتيجين اللي حطيته، كمية الانتيجين اللي حاطها كتير كتير، كمية كبيرة. في هذه المرحلة ما بصيرش عندي ترسيب، بظل التفاعل اللي هو سولوبل، وهي بنسميها البوست زون، بنسميها بوست زون. في البوست زون هاي اللي هو بكون في عندي فيها الانتيجين اكسس، تركيز الانتيجين بكون عندي عالي. واضح هاي المنطقة او التعريف تاع اللي هو الكيرف الموجود هان؟ هذا الكلام عندي اياه مهم جدا، تمام؟ ايش الهدف من هذا الكلام؟ ايش اللي استفدناه من الشيء هذا؟ تتعلمنا شغلتين، انه عشان يصير عندي تفاعل مرئي لازم يكون تركيز الانتيجين مع الانتي بادي تقريبا متساوي. ليش تقريبا متساوي؟
عشان يحدث قلنا كروس لينكج ويصير عمليه الترسيب. واضح كيف؟ بدون هذه العمليه انه يكون تركيز الريشيو بين الانتي جين والانتي بادي يكون متكافئ او متساوي، مش حيحدث عندي ترسيب، حيصير انتجين انتي بادي رياكشن، لكن هذا التفاعل حيظله ايش؟ تفاعل غير مرئي، انا بشوفوش. مفهوم؟ هذه الحاله بنسميها اللي هي البريزون، وعندنا اللي هو او البروزون، وعندنا اللي هو البوز زون، تمام؟ اللي بيكون فيها عندنا الانتي بادي اكسس، وانا عندي الانتجين اكسس. نيجي نتكلم عن اللي هو سيرجيكال رياكشن، اللي هو على شكل اجلوتينيشن. اللي قبل تكلمنا عليه هو صار تفاعل، وهذا التفاعل تحول من صوره اللي هو ذائبه لصوره غير ذائبه. يعني هذا التفاعل صار ترسيب، وقدرت اشوفه سواء كان في ميديا ليكويد او كان في جل، والاكثر استخداما هو الجل من ناحيه عمليه. هذا التفاعل اللي هو الاجلوتينيشن رياكشن هذا تفاعل مرئي بدون الحاجة لترسيب في وسط موجود عشان يظهر لي التفاعل. هذا الاجلوتيشن رياكشن زي فحص تخثر الدم اللي هو بنعمله لتحديد الفصيلة، بنجيب مثلا عندنا دم أي حدا بده يحدد فصيلة، بده يعرف فصيلة الدم، بنحط عليه الأنتي بادي تاع اللي هو الفصيلة المحددة اللي بنحددها. هل بنحط عليه مثلا أنتي إيه؟ إذا كان الأي أنتي جين موجود على أسطح الخلايا حيتفاعل معاه، حيحدث عندي اجلوتيشن رياكشن، حيجمعهم مع بعض، حيحدث عندي اجلوتيشن رياكشن. ما فيش عليها الانتجين، مش حيصير ارتباط بين الانتجين والانتي بادي، حيظل الخلايا مفروده، مش حيصير عندي عمليه تخثر. تمام؟ فهذه العمليه اللي هو الاجلوتيشن رياكشن، هنا بيكون عندي اللي هو البارتيكولر انتجين اللي انا بدي افحصه بيكون على في الغالب على اسطح الخلايا المراد فحصها، بيكون في الغالب على اسطح الخلايا المراد فحصها. هذا بعد هيك بنجيب السيرم او اللي هو الانتي بادي المعلوم وبنحطه على الخلايا اللي انا بدي افحصها موجود عليها الانتجين هذا ولا لا. هذه العمليه لما يكون الانتجين موجود على سطح الخلايا. طيب لو كان الانتجين اللي انا بدي افحصه مش موجود على سطح الخلايا، موجود في سيرم المريض، كيف بدي افحصه؟ كمان مره، لو انا الانتجين اللي انا بدي افحصه مش موجود على سطح الخلايا، المفروض هو بيكون بس بصوره دائبه. طيب كيف انا بدي افحص وجود الانتيبادي تبعه ضده ولا لا؟ لقوا انه ممكن نعمل هذه العمليه بحاجه بنسميها اللي هي باستخدام اللاتكس بيدز، اللي هي كرات لاتكس، اللي قلنا عنها مواد صناعيه من الالياف، الهدف منها الاساسي بيحملوا عليها الانتيجين او الانتي بادي اللي بدهم اياه، زي ما انتم شايفين بالصوره هاي. انا محمل عليها انتيجينات، وانا محمل عليها انتي بادي. اذا هو بده يدور في سيرم المريض على انتي بادي بيحمل عليها انتيجين، اذا هو بده يدور في سيرم المريض على على الانتيجين بيحمل عليها الانتي بادي المراد فحصه. يعني الريجنت تبعي هو اللاتكس، بس بيكون اللاتكس هذا يا اما خلينا نرمز له بالاكس، بيكون الانتيجين تبعي هو اللاتكس نقول عنه اكس، هذا بيكون مرتبط معاه يا اما انتيجين على سطحه يا اما بيكون على سطحه موجود عندي مرتبط معه انتي بادي. قلت ايش اللي بدي احدد؟ طبعا هذا يعد ريجنت، هذا اللي يعد ريجنت، ريجنت يعني المواد المستخدمه للفحص واللي بتكون معلومه. قلت الريجنت الموجود عندي هنا هو اللي هو اللاتكس مرتبط يا اما بانتيجين يا اما انتي بادي، ايش رح احدد؟ ايش اللي انا بدي استخدمه؟ على حسب ايش بدي اكشف في عينه المريض، هاي السامبل، انا عندي سامبل، نقول انا اس، السامبل هنا حنكشف في العينه تحت المريض على اذا كنت بدي انا بدي ادور في سيرة المريض على انتي بادي، في سيرة المريض بدي ادور على انتي بادي. ضد اللي هو مثلا فيروس معين، ايش بدي استخدم؟ كيف بدي اعرف فيه موجود انتي بادي في السيرم تبعه ولا لا؟ بنجيب اللاتكس بارتكل هذه بيحمل عليها الانتيجين تاع الفيروس تاع كورونا. بكون محمل عليها. ماشي؟ بنحطه بعدها بنفعلها على الشريحه على سلايد، بتفاعلوا مع بعض مع خلال تفاعلهم على الشريحه بنشوف هل التفاعل عمل اجلوتينيشن رياكشن ولا لا؟ الاجلوتينيشن رياكشن هو عمليه تخثر. زي ما انتم هنا شايفين بالصوره أو في الصورة الأولية اللي احنا سلايدات اللي فوق
هيك التفاعل التخثر تبعها حيكون يظهر. اذا كان فيش اجلوتينشن رياكشن حيكون يضل لونه هيموجينيوس، بقول على متجانس، ما فيش اي تكتل من الخلايا موجوده. واضح كيف؟ لما يكون في عندي اجلوتينيشن حيصير تخثر، حتبين كتل زي هيك وحشوفها بعين المجرده، مع التحريك في الطبق بقدر انا اشوف هذه العمليه. طبعا هذا الكلام سواء كنت انا يعني ايش اللي بيخلي الريجنت تبعي يستخدم انتي بادي ولا انتي جين، على حسب ايش اللي بدور عليه في سيرم المريض. لو انا بدي ادور على الفيروس نفسه في سيرم المريض بدي استخدم ايش؟ الانتي بادي. اما عشان انا بدور على انتي بادي في سيرم المريض بستخدم الانتيجين تاع الفيروس، لكن لو انا بدي ادور على الفيروس نفسه في سيرم المريض يعني هو عباره عن انتيجين فبستخدم الانتي. واضحه هذه الجزئيه؟ بس احكوا واضحه ولا مش واضحه؟ لقيت الاجلوتينيشن رياكشن اللي صار معي هنا بيحدث عندي على شكل تخثر وبصير مرئي بالعين مجرد. قلنا السكند ستيج من الانتيجين انتي بادي انتر اكشن بيكون التفاعل فيها مرئي يرى بالعين المجرده. هي يعني الفكره تبعته. في المرحله الاولى بيكون التفاعل غير مرئي، يعني لما تكلمنا قبل شويه عن اللي هو الكيل، البريسيبيتيشن كيل، لقيت التفاعل هنا غير مرئي. ايش افضل الطرق للقياس في هذه المراحل اللي هو معنا البروزور او البوزور اللي هم الايزا والريا، الفحوصات اللي بيفحصوا في التفاعلات الغير مرئيه. واضح كيف؟ كل فحص من الفحوصات اللي طرقنا لهم متخصص او له ظروف معينه بيكون افضل عندي بالقياس. يعني الفحوصات اللي بتقيس الابسط المراحل من انتج انتي بادي انتر اكشن كل ما كان بقيس كميات اقل كل ما كان الفحص ضغطه اعلى وكل ما كان عندي افضل. تمام؟ هذه بس معلومه تذكروها لان مهمه جدا نكون عارفينها. عشان هيك الايزا والريا هذول المواد او الفحوصات تعرف عنهم ادق بكثير من فحوصات البريسيبيتيشن والاجلوتينيشن. لقيت تعلمنا انه عندنا في لاتكس بارتكل في الاجلوتينيشن رياكشن، هذه ممكن تكون موجوده او ممكن تكون يستخدموا الار بي سيز بدالها. هي عباره عن مواد بتضخم الرياكشن بحيث احنا نقدر نشوفه بالعين المجرده. بيسموا هذا اللي هو اليه الفحص باستخدام اللاتكس بارتكل او اللاتكس سفير، الكرات يعني، بيسموها باسيف اجلوتينيشن او اندايركت اجلوتينيشن. بنسميها باسيف اجلوتينيشن او اندايركت اجلوتينيشن. الدايركت اجلوتينيشن هو ارتباط الانتي بادي على الانتيجين الموجود على سطح الخلايا بشكل مباشر. خلايا انا بدي افحصها واكون عندي في سيرم المريض الانتي بادي تبعه اللي حيرتبط معها مباشره. لكن هذا التفاعل غير مباشر، ليش سميناه غير مباشر او بنسميه باسيف اجلوتينيشن؟ لانه الانتيجين مش موجود على سطح الخلايا تحت الميكروب نفسه. موجود احنا حملناه على جسم بحيث انه نقدر نحول التفاعل من صوره دائبه لصوره مرئيه. ننتقل للجزئيه الثانيه. في عندنا الفحوصات الثانيه هو هيم اجلوتينيشن. لما سماها هيم اجلوتينيشن هي نفس الاجلوتينيشن تيست، بس ايش اللي اختلف هنا عندي؟ انه بيستخدم معها اللي هو الار بي سيز، فعشان هيك سماها هي. تمام؟ يعني الاختلاف الوحيد انه فيها الار بي سيز هنا بدل اللاتكس، ار بي سيز اللي بدل على وجود اللي هو الاجلوتينيشن رياكشن. ايش اللي بيصير هنا من ناحيه فعليه؟ في عندنا بعض الفيروسات عندها قدره على عمل عمليه تخفض للدم. فيروس الانفلونزا اللي بنحكي عنه مثلا اليوم، هذا الفيروس عنده قدره على يحول خلايا الار بي سيز ريد بلاد سيلز ليعمل لها اجلوتينيشن في داخل المعمل. بيحول لي الفيروس مع الار بي سيز بيصير عندي اجلوتينيشن. لو ايش استفادوا من هذه العمليه او الفكره؟ في تحديد والله اذا كان الفيروس موجود في دم المريض ولا لا، صار يستخدموا الخلايا عند الار بي سيز ريجن والفيروس وبنجيب بنحط عليهم عينه المريض. اذا كان عينه المريض فيها انتي بادي ضد هذا الفيروس اللي هو الانفلونزا، يعني هو مصاب بالانفلونزا وتكون عنده انتي بادي مثلا انتي كورونا مثلا موجود في دمه، بتفاعل انتي بادي مع مين؟ مع الفيروس وبيبطل مفعوله على عمل اجلوتينيشن. يعني لو كان في دم المريض في انتي بادي موجود في دمه حيرتبط مع الفيروس حيمنعه من عمل اجلوتينيشن، بيصير عندي هيم اجلوتينيشن، حيعمل حاجه بنسميها احنا هيم اجلوتينيشن انهبيشن، او بيعمل عمليه بنقول عن نيوترلايزيشن للفيروس، بيعمل عمليه معادله للفيروس ببطل قادر يشتبك او يرتبط مع خلايا كرات الدم الحمراء. فهيك بيمنع الاجلوتينيشن. فاذا كان في سيرة المريض في انتي بادي حيروح يرتبط مع الفيروس
حيمنعه من الارتباط مع الار بي سيز. في حال لو كان سيرم ما فيش فيه انتيبادي ايش حيصير؟ حيصير عندي هيم اجلتيشن، حيصير عندي تخثر، يعني الشيء عندي انا عكسي. في هذا الفحص طبعا كهيم اجلتيشن تيست هذا اللي هو بيكشف على الفيروسات بنسميه هيم اجلتيشن انهبيشن. في هنا في تحديد فصيله الدم بنسميه اجلوتينيشن لانه مباشر بيكون انتي بادي انتي اي ضد الفصائل الموجوده هنا بتفاعل معها بصير عندي تخثر مباشر. لكن الفيروس اللي تكشف على الفيروس هذا المرضى بنكشف على الانتي بادي بتكون شويه بنقول نجيب سيرم المريض نحطه على الفيروس مع ار بي سيز. اذا الانتي بادي موجود في سيرم المريض الفيروس حيمنع ارتباطه مع الار بي سيز، حيثبط عمليه اللي هو الاجلوتيشن، مش حيصير عندي انتي بادي ضد الفيروس. واضحه هاي الجزئيه؟ عشان يحددوا الفيروس لود او قديش كميه الفيروس الموجود في عينه المريض ممكن يستخدموا مولكيولار تيست او يستخدموا اللي هو اللي هو ديليوشن ميثود. بيعمل للعينه لعينه اللي هو المريض سيريال ديليوشن بيحددوا مثلا او عفوا الكلتشر تاع الخلايا تاع الفيروس الموجود فيه بيعملوا له ديليوشن، وبعد ما يحدد يعمل ديليوشن بيفاعلوا برضه مع الانتي بادي ضد الفيروس ووجود الار بي سيز. قديش كميه اللي هو صار التثبيط للاجلوتينين كل مكان كل مكان دلاله على تركيز اللي هو معاي في الديليوشن اكثر. كل مكان يعني المرحله الاولى بيكون عندي عالي كثير لانه احتاج تخفيف كثير عشان انا اشوف الرياكشن تبعي بعد ما خففته يصير عندي التفاعل يقلب بدل ما كان هو نيجاتيف يصير عندي اللي هو بوزيتيف رياكشن او العكس. يعني بالنسبه للفيروس هذا بيكون نيجاتيف بيصير بوزيتيف اللي هو اجلوتينيشن. زي ما حنشوف حنوضح هذه العمليه الهيم اجلوتينيشن تيست. هو بشكل عام بيكون يعني اللي بيصير بالانهبيشن بالفيروس هذا عكسي، يعني التفاعل يكون عندي هو بوزيتيف انه دلاله على وجود الفيروس. حكينا عن نيوتراليزيشن عمليه المعادله للرياكشن هو الانتيجين الانتي بادي بيعمل عمليه منع لعمليه اللي هو الاجلوتينيشن هيم اجلوتينيشن. هذه بنقول سميناها هيم اجلوتينيشن انهبيشن. هاي وجود الانتي بادي حكينا عنه قبل شوي. قلنا الانتي بادي هاي الفيروس موجود، هذا الفيروس عنده قدره يعمل عمليه تخثر. لو كان في عينه المريض في السيرم في انتي بادي ضده حيرتبط معاه حيعمل له عمليه نيوتراليزيشن. النيوتراليزيشن له بيمنع عمليه التخثر، مش حيصير عندي اجلوتينيشن. لكن لو ما فيش انتي بادي حيرتبط الانتي الفيروس مع الار بي سيز وحيعمل عندي اجلوتينيشن. وكذلك النيوتراليزيشن سميناها قلنا في المواد اللي هي توكسيك فيها توكسين مولكيول. هذا التوكسين عباره عن ماده سامه ممكن يكون سم حيه سم عقرب ايا كان، بتفاعل مع خلايا الارض اللي هو الخلايا تحت الجسم بدمر الخلايا تحت الجسم وبيحللها. هاي مشكلته بداخل الجسم. فوجود الانتي بادي اللي هو الانتي توكسين بيرتبط مع اللي هو التوكسين بيعمل له نيوتراليزيشن بيمنع ارتباطه مع مين؟ مع خلايا الدم او خلايا الجسم، وهيك بيمنع السميه تبعته بداخل الجسم. الفحص الخامس من الفحوصات في السيرجيكال تيست عندنا اللي هو الكومبلمنت فيكسيشن تيست. عندنا الكومبلمنت فيكسيشن تيست الكومبلمنت فيكسيشن تيست زي ما ذكرنا قلنا الانتج انتي بادي انتر اكشن ممكن يصير ويحدث معاهم عمليه تثبيت للكومبلمنت سيستم اذا كان التفاعل حدث على سطح الخليه. اذا كان في تفاعل حدث على سطح الخليه يعني بصير تثبيت على سطح مين؟ اي خليه بيصير عليها تفاعل. لو تخيلنا عندنا هنا بهذا الفحص هي عندي الانتيجين الموجود على سطح خليه بكتيريه مثلا الكلاميديا واستخدم هنا الار بي سيز في التفاعل تحت اللي هو الغنم وجاب اللي هو الكومبلمنت من اللي هو من سيرم خنازير. وبعد هيك طبعا هذا الكومبلمنت مش موجود من جسمنا. فاول حاجه العينه اللي بيستخدمها عينه مريض سيرم، وعينة السيرم تجمع من المريض طبعا بنخلي العينة تتجلط. بعد ما تتجلط العينة بدون أي إضافة أي مواد مانعة للتجلط المادة بعد ما نسنترها ونفصلها بالسنترفيوج مدة 3 دقائق السيرم اللي بيطلع فوق هذا هو السائل تبعنا اللي محتاجينه لعمل فحوصات في السيرولوجي. ممكن ناخذ عينة عليها إيديتا أو ممكن ناخذ إيديتا، لكن عينة الإيديتا بسبب وجود الإيديتا هذه الأملاح
تعمل عمليه اللي هو نزع للكالسيوم الموجود في العينه وبعض الاملاح المعدنيه المهمه في تنشيط الكومن بعدين، ما بتزبطش لفحص اللي هو الكومن فيكسيشن. عينه البلازما كمان مره ما بتزبطش لفحص اللي هو الكومن فيكسيشن بسبب وجود مواد المانعه للتجلط بتاخذ الالكترولايت الموجوده في السيرم بتاع المريض، فهذا تمنع عمليه اللي هو الكومبلمنت فيكسيشن اللي يصير على سطح الخلايا، بتبطل اللي هو عمل الفحص على الكومبلمنت فيكسيشن. فالافضل دائما في الكومبلمنت فيكسيشن تيست او في السيرجيكال تيست نستخدم دائما عينه سيرم، الافضل دائما نستخدم عينه سيرم، وبالذات الكومبلمنت فيكسيشن مش هيظبط غير عينه سيرم. بنجيب عينه سيرم المريض وبنعملها عمليه تثبيت للكومبلمنت الموجود فيها، بنثبت الكومبلمنت الموجود فيها، بنعملها تسخين لدرجه حراره مثلا 65 بقف لمده مثلا نص ساعه بيبطل مفعول الكومبلمنت الموجود في عينه المريض او السيرم بتاع المريض. بعد هيك بنضيف عليها اللي هو المواد اللي بدي افحصها، قلت انا ايش بدي افحص عينه المريض؟ هل عنده انتي بادي ضد الانتيجين بتاع الكلاميديا ولا لا؟ بنحط اللي هو البكتيريا الكلاميديا الانتيجين بنحطها ونحط معها الكومبلمنت. اذا في كان اللي هو اذا كان في انتي بادي ضد اللي هو الخلايا حيصير عمليه كومبلمنت فيكسيشن، اذا في انتي بادي في سيرم المريض ضد الخلايا تحت البكتيريا حيصير عمليه كومبلمنت فيكسيشن، حيرتبط الكومبلمنت. المرحله اللي بعدها اذا التفاعل هذا اللي صار تفاعل غير مرئي، تمام؟ المرحله اللي بعدها بنضيف عليها اللي هو الار بي سيز بتاعت الشيب. مثل الار بي سيز بتاعت الشيب مع انتي بادي ضد الار بي سي بتاعت الشيب بنخليها سنسيتايز، يعني هذه الخلايا من احنا بنحطها مع بعض الريجنت يعني بنجهزه بيكون ار بي سيز والانتي بادي بتاعت الار بي سيز هذه بنحطهم مع بعض. ليش طيب بنحطهم مع بعض؟ اذا تنتين هذول مع بعضهم زي ما هي في الصوره هنا، اذا كان الكومن سيستم الموجود هنا في العين تبعي ارتبط مع الانتيجين الاساسي مش هيقدر يرتبط مع الار بي سيز اللي هنا، تمام؟ حيظل التفاعل لونه احمر. في حال لو كان زي ما في الصوره الثانيه حطينا الانتيجين والكومبلمنت وما كانش في انتي بادي في سيرم المريض حيظل الكومبلمنت حر والانتيجين اللي انا حطيته حر. بعد ما احط الار بي سيز هذه وعليها الانتي بادي حتكون هذه الانتي بادي والار بي سيز جاهزه ترتبط مع الكومبلمنت الحر ويصير عمليه تنشيط له ويعمل لها هيموليسيز يحللها. ففي حال صار عندي هنا هيموليسيز معناته فيش في سيرم المريض انتي بادي ضد الانتيجين او الفيروس اللي انا بدور عليه او البكتيريا اللي انا بدور عليه، يعني هو للفحص المرض اللي انا بدور عليه بيكون عندي نيجاتيف. في حال لو كان ما صارش هيموليسيز وظل اللون العينه كلها دم لونها احمر وتيربد معناته العينه في سيرم المريض انتي بادي ضد هذه الخلايا بتاعت الفيروس او البكتيريا، يعني هو المريض مصاب بالكلاميديا او كان مصاب فيها، فلذلك موجود عنده الانتي بادي وهو نشط الكومبلمنت واشتغل، فعشان هيك ما صارش عمليه تحلل لمين؟ للار بي سيز. ففي حال يعني كان عندي نو هيموليسيز معناته بكون عندي ايش؟ بوزيتيف المريض عنده انتي بادي يعني عنده الانفكشن. في حال لو صار عندي هيموليسيز معناته المريض ما عندوش الانتي بادي، ما تعرضش لهذا الفيروس قبل هيك وما عندوش اي مشاكل. وضحت هاي الجزئيه؟ طيب الطريقه الثانيه من الفحوصات اللي هو عندنا فحص الفلورسنت انتيبادي تكنيك استخدام ماده فلورسنت. هذا الفحص فيه له طريقتين دايركت وان دايركت. كمان مره دايركت يعني الانتيبادي بيرتبط على الانتيجين على سطح الخلايا مباشره. الان دايركت بيكون في ارتباط اكثر من مرحله. في ارتباط اكثر من مرحله، طريقه بسموها يعني غير مباشره. زي ما حنشوف الجيد. هذا الفحص اللي هو اللي بسموه الفلوريسنت انتي بادي تكنيك اختصروها في هو فات اف اي تي. هذا الفحص بيكون عندي الانتي بادي مثلا بدنا نكشف عن وجود سيرو تايب لستريبتوكوكس جروب اي، فعندي الانتي جروب اي وهذا الانتي بادي تاع الجروب اي ليبلد الماده فلوريسنت ماده مشعه، ماده الفلوريسنت ماده مشعه. بشوف لقيت بحطه على الخلايا او العينه تحت الشريحه تبعتي بحط عليها الانتي بادي بشوفها تحت اللي هو الفلورسنت ميكروسكوب. اذا كانت تحت الفلورسنت ميكروسكوب الخلايا مضيئه زي ما هم شايفين هنا معناته هذه هي جروب A، يعني هي اكدت ان هي ستريبتوكوكس جروب A موجوده في دم المريض او في الثروت سواب. اخذنا مسحه من زور المريض حطيناها على شريحه على سلايد، بعد ما فرضناها على الشريحه جينا حطينا بالقطره
في قطره بتكون هي الانتي بادي فلورسنت هذه الليبل بنحطها عليها، هي الفلورسنت انتي بادي جروب اي ستريبتوكوكس. اذا انتهى معناته العينه عندي بوزيتيف. هذا الفحص سريع جدا يعني على طول بصير الارتباط وبشوفه تحت اللي هو الميكروسكوب. الطريقه الثانيه للرياكشن اللي هي الاندايركت. الاندايركت بدل ما يكون الارتباط مباشر صار ارتباط على اكثر من مرحله. عندي هنا مثلا في بكتيريا اللي تاعت السيفلس ترابينوما باليديوم، هذا الفحص هيمر معانا ان شاء الله برضه حناخده. بيكون في عندي اللي هو برايمر انتي بادي من سيرة بنحط نجيب الخلايا الانتيجين تاع البكتيريا، بنجيب عينه المريض بنحطها عليه. قلت اذا صار ارتباط بين الانتي بادي مع الانتيجين، كان في عينه المريض في انتي بادي موجود ارتبط معاها، هذه اول مرحله. بعد هيك بنجيب ليبلد انتي بادي ضد مين؟ هو انتي هيومن انتي بادي ضد الترابينوما باليديوم. الشخص اللي عنده انتي بادي ضد الترابينوما باليديوم هذا الانتي بادي ضده، تمام؟ بنسميه انتي بادي اللي هو انتي هيومن اميونوجلوبيرين للترابينوما باليديوم. فحيصير ارتباط معاهم مع بعضهم البعض. عندي هذا المرحله الثانيه يعني سكندري ليبلد انتي بادي، بيكون هو السكندري ليبلد انتي بادي بيرتبط معاه وبيحدث عندي على وجود التفاعل او نيجاتيف تحت برضه الميكروسكوب. هذا التفاعل بيكون عندي اللي هو بنسميه اندايركت رياكشن، بيكون التفاعل عندي اندايركت رياكشن. بس انا كنا بنعرف انه مبدا اللي هو الفلورسنت انتي بادي هو بيكون ليبلد ماده فلورسنت مثلا الفلورسين، وهذه الماده تبع الفلورسنت ميكروسكوب بعد ما تتعرض للضوء تعطي ماده مشعه بقدر اشوفها بالعين المجرد. الفحص الثاني من فحوصات السيرولوجي اللي احكيها بس حناخده بشكل اكثر الفصل الجاي ان شاء الله في سيرولوجي 2 اللي هو انزيم لينكد اميونوسورمنت اسي، بيختصر اسمه ايلايزا او ايا، بيختصروا اسمه ايلايزا او ايا اللي هي اي 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 يعني بيختصروا اسمه ايه. يا بنقول عنه ايلايزا يا ايا، تمام؟ في هذا الفحص مشابه للطريقه الاوليه، في له اكثر من طريقه بيقاس دايركت واندايركت نفس الاليه. طبعا بتظهر معي تفاعل، هذا فحص بريجنسي بيظهر اللي طالع معي لون اصفر معناته بوزيتيف، اللي لونه فاهي واللي فيش فيه رياكشن بيكون نيجاتيف. فانا ممكن نستخدمه بوزيتيف نيجاتيف رياكشن بمعنى كواليتيف، وممكن يكون عندي كوانتيتيف نحدد كميه. زي ما قلنا الاليزا هذه بتكشف عن اول مراحل من انتج الانتي بادي رياكشن، هو بكل المراحل تبعته التفاعل بيكون غير مرئي بنحول للصوره المرئيه بشكل كيميكال. وهنا التفاعل بيكون في دقه اكثر في عمليه تحديد التركيز. كيف بيكون هذا؟ بيكون عندي الولات زي ما احنا شفناهم، الول بتكون هذه بري كوتد بالانتي بادي اللي انا بدي اكشف عن الانتيجين تبعه. لو انا مثلا زي ما احنا قلنا في البريجنسي تيست بتدور على هرمون بيتا اس جي، بتدور على الهرمون تاع الحمل بنسميه بيتا اس جي. هذا الهرمون بيكون موجود في سيرم او اللي هو الدم الناس، سيرم او بلازما موجود فيه. فبنحط العينه تبعتي اللي انا بدي افحص فيها الانتيجين الموجود حيرتبط مع الانتي بادي. بعد ما يرتبط مع الانتي بادي حنضيف عليه في الدايركت هذا الكلام الليبل انتي بادي مباشره. لقيت الليبل انتي بادي ارتبط معاها بشكل مباشر. الليبل انتي بادي حيرتبط معها بشكل مباشر. هاي عليه المادة اللي هو انزيم، ليبل الانزيم عشان سميناها انزيم لينكد. ما قلناش فلورسنت ليبل، لو كان مادة فلورسنت بكون فلورسنت اسمه. اللي هو فات اللي قبل. بس عشان ليبل المادة اللي هو انزيم قلنا انزيم لينكد، انزيم لينكد منو صوبت السيل. هو الانتي بادي هنا ليبل بانزيم، هذا الانزيم حنحط له السبستريت تبعته. اذا صار في عمليه تغير في التفاعل زي ما شفنا بالصوره اللي قبل، اذا صار لون اصفر معناته الانزيم السبستريت اتكسرت، الانزيم موجود. ما صارش في تفاعل يعني الانزيم مش موجود، يعني الانتيجين برضه مش موجود، تمام؟ يعني الانتيجين هنا ما كانش موجود فما صارش ارتباط للانتي بادي اللي عليه الانزيم، فبطل يظهر عندي تفاعل. حتى لو حطيت السبستريت مش حيصير عمليه تغير، حيظل اللون تاع التفاعل كلرلس، ما صارش عمليه تغيير. لسبب التغير هذا شو هو؟
نشاط الانزيم الموجود على الانتي بادي اللي ارتبط مع الانتيجين. هذا هو الدايركت اليزا. الاندايركت اليزا، الاندايركت كان بيكون عندي الولات ليبل بالانتيجين، بيجي بيشبك فيها الانتي بادي في سيرم المريض اذا كان موجود بيرتبط. بعد ما بيرتبط الانتي بادي بنجيب انتي بادي ضد الانتي بادي الاولاني تاع سيرم المريض، انتي بادي، وهذا بيكون ليبل بالانزيم عشان يسميناه اليزا بس طريقة الاندايركت. وبعدها بنحط له السبستريت. اذا صار في تفاعل يعني الانتي بادي موجود في سيرم المريض، ما صارش في تفاعل يعني الانتي بادي مش موجود. فزي ما احنا شفنا في هذا الفحص انه احنا بنستخدم الدايركت للكشف عن وجود اللي هو الانتيجين، والاندايركت بنستخدمها للكشف عن وجود الانتي بادي. واضح هذا الاشي؟ الدايركت كمان مره بنستخدمها للكشف عن وجود الانتيجين، والاندايركت بنستخدمه للكشف عن وجود الانتي بادي. من الطرق برضه كمان للكشف عن وجود الانتيجين الانتي بادي رياكشن في المراحل الاولى الراديو اميونو اسي. الراديو اميونو اسي بدل ما كنا نستخدم ماده فلوريسنت ولا انزيم، صار يستخدم بداله ماده مشعه، يستخدم بداله ماده مشعه زي ايودايد مثلا 15. هذه المواد المشعه بعد ما بيرتبط الانتيجين الانتي بادي رياكشن بيصير زي ما احنا شايفين هاي الولات، بنضيف الكميه تاعتي بحط اللي هو الانتي بادي، وبعدين نحط عليه الانتيجين. بعدها لقيتها بيجي اللي هو حسب العينه تبعتي الان ليبل فيها الانتيجين اللي اضافه هنا، بدي احط عليها انتي بادي ليبل، بحط عليها انتي بادي ليبل. الراديو ميونو اسي من ادق الطرق اللي بتقيس اقل كميه من الانتيجين الموجوده في عينه المرضى. كان مره الراديو ميونو اسي من ادق الطرق اللي بتقيس اقل كميه من اللي هو من عينه المريض في الانتيجين الموجود في عينه المرضى. طبعا بيستخدموها بشكل اساسي في قياس برضه الهرمونات، دقيقه جدا في قياس يعني سنسيتيفيتي عندها عالي كثير في قياس اللي هو التركيز القليله من المواد المراد فحصها. زي ما احنا شايفين بهذه الصوره، بعد ما اضفنا الانتيجين والعين عفوا هالولات كوتد بالانتيبادي، اضفنا عليها العينه فيها الانتيجين الان ليبل، حيجي يصير عمليه ارتباط له، حيصير معاي زي هيك في الويب. بعد ما ضفت انا العينه اضاف عليها اللي هو ليبل انتي بادي بالماده المشعه، قلنا على ايضان 125. بعد ما بصير عمليه الاضافه اللي احنا حكينا عنها، بصير عندي في جهاز بيقيس اللي هو راديومتري، هذا الجهاز بيقيس اللي هو المواد المشعه اللي صادره من العين. كل ما كانت كميه المواد المشعه عندي صادره من العين اكثر، كل ما كان اللي هو الاشاره تبعتي اقوى لدلاله التركيز. في هذا الفحص هنا يعني ايش ادق عليها كثير، هو مستخدم طريقه عكسيه تنافسيه، بيجيب انتيجين ليبل بالماده فلوريسنت وانتيجين غير ليبل. هذا غير اللي احنا يعني الجزئيه اللي حكينا عنها. هنا بالسلايد اللي احنا حكينا عنها الشيء طردي، النتيجه عندي طرديه، ممكن تكون النتيجه عندي عكسيه، قراءه الفحص تكون عكسيه على حسب اليه القياس. هذا حناخذ ان شاء الله السنه الجايه، عفوا الفصل الجاي. الشيء ميستولوجيكال تيست اللي هي بيستخدم بنسموها اللي هو لاتر فلو، هي زي الاليزا بتكون الكوماتوجرافي، بيسموها لاتر فلو كوماتوجرافي. بداخل بيكون فلتر بيبر موجود، بيصير انتج انتي بادي انتر اكشن زي ما احنا شايفين بالصوره هاي، وهذا اكيد معظم يعني شافه اللي هو البيجنسي تيست. بيكون في عندي الستريب موجود داخلي، بنحط هنا العينه في مكان بنحط فيه عين العينه، وبيمشي السائل تاع العينه بداخل الفلتر بيبر. هو نفسه الفحص اللي بيستخدموه حاليا كسيرجيكال تيست للكوفيد 19. باخذ عينه الدم او عينه السيرم بنحطها هنا، ممكن يكون هو البلد او عينه سيرم. الدم حقيقه السائل تبع البلازما بيمشي في داخل اللي هو الفلتر بيبر. في الفلتر بيبر في مواد متفاعله، في انتي بادي في الخط الاولاني والثاني خط كنترول. هذا انتي ضد هو هرمون الحمل بيتا اس جي، حيتفاعل معاه اذا كان في هرمون حمل بوزيتيف، حيرتبط معاه وحيطلع معاي خط هذا. مش موجود في عينه المريض اللي هو البيتا اس جي او تركيزه قليل كثير، مش حيصير ارتباط، حيظل التفاعل ماشي لحد ما يطلع عندي زي ما احنا شايفين هذه الصوره الخط الثاني. الخط الاولاني ما فيش العينه، ما فيش يعني حمل. في حال لو كان في حمل بيطلع عندي خطين،
تمام. الخط هذا ايش اللي صار فيه؟ هذا بيكون اصلا فيه هو ليبل موجود في العينه نفسها، في انتي اللي هو انتي بيتا اس تي جي موجود كاري ايجنت. بعد هيك العينه تبعتي اللي فيها اكس جي، وهنا بصير عمليه الارتباط بيناتهم. يعني هنا في عندي فري مونوكول، في انتي بادي بيرتبط مع عينه المريض اللي هو البيتا اس جي، بيظلوا ماشي لحد ما يصل الخط هذا. الخط هذا في عندي موجود انتي بادي ضد اللي هو برضه البيتا اس جي، بيرتبط معاه حيظهر معي خط اللي هو باللون الاحمر. الكنترول هذا عشان اتاكد الستريب تبعي شغال ولا مش شغال، لازم يطلع الخط الثاني. لو ما فيش خط ثاني النتيجة هذه غلط، يعني الستريب هذا خربان. نلخص الفحوصات اللي تكلمنا عنها، تكلمنا اخذنا او ان شاء الله حيمر عليها هذه الفحوصات خلال هو الفصل هذا والفصل الجاي. بريسيبيتيشن تيست وقلنا بيستخدم فيه هو لقياس وتحديد السليا بالانتيجين. الاجلوتينيشن تيست بيستخدمه اللي هو البارتيكولار انتيجين، يعني ممكن نحدد فصيله معينه، تحدد نعمل عمليه برضه الكشف عن الهيم اجلوتينيشن زي ما قلنا عنه في الفصائل الدم. بيستخدموا الار بي سيز، وقلنا في عندنا هيم اجلوتينيشن انهبيشن في النيوترلايزيشن تيست اللي هو دلاله عمليه النيوترلايزيشن زي ما شفنا بعض الفيروسات باستخدام هو ان اكتيفيشن للتوكسيسيتي تبعتهم او ان اكتيفيشن للفيروس نفسه. وتكلمنا عن الفلورسنت انتي بادي تكنيك، حكينا عنها ممكن نستخدمها في الانسجه، ممكن نستخدمها للتعرف على السيروتايب من مسحات مثلا ناخذ ثروت سواب من المرضى بشكل مباشر، تكون عندها فلورسنت داي ليبل على الانتي بادي مرتبطه معاه ضد اللي هو الفيروس او البكتيريا اللي بكشف عنها انا. الريجن تبعي بيكون يعني انتي بادي وعليه علامه بالفلورسنت داي. بعد هيك استخدمنا اللي هو الكومبلمنت فيكسيشن، الفحص الكومبلمنت فيكسيشن، وقلنا هنا بنستخدمه كانديكيتور لوجود الانتي بادي في داخل عينه المرضى. و هذول الإلايزا والريا قلنا عنهم بيكشفوا الانتيجن انتي بادي رياكشن في المراحل الاولى، بكون التفاعل فيهم غير مرئي. انزيم لينكد هنا بكون ليبل بدل ما كان فلورسنت، هنا الليبل، هنا الليبل بايش؟ ماده قلنا عنها انزيم، وفي عندنا سبستريت بصير انتر اكشن بين الانزيم والسبستريت هو بيعطي اللي هو الانديكيتور تاع الرياكشن تبعي. وحكينا انه في عندنا دايركت واندايركت منه، الدايركت قلنا بيكشف عن الانتيجين، والاندايركت بيكشف عن وجود اللي هو الانتي بادي في عينه السيرم بتاعت المرض. واخر شيء تكلمنا عليه هو ريدي مونو اسي، وقلنا هي من ادق الطرق لقياس تركيز المواد القليله التركيز في عينات المرضى. وهيك بكون احنا خلصنا المقدمه او اول جزئيه من الماده.